يقول: التحقت بعمل وأجبرني ذلك العمل على الإفطار في رمضان، وكانوا يقدمون لنا وجبة الفطور والغداء والعشاء، ولم يكونوا يقدموا وجبة السحور والفطور، مما اضطرني للإفطار، إذ جربت الصيام فلم أستطع الجمع بين الصيام والعمل، وعملي ذلك ضروري بالنسبة لي، كيف توجهونني الآن وقد أفطرت شهرا كاملا إلا يوما واحدا؟ جزاكم الله خيرا. أولا، الإفطار من أجل العمل لا يجوز، وليس هو من الأعذار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للإفطار، فإن الله إنما رخص للمسافر، ورخص للمريض، ورخص للحائض والنفساء في الإفطار، ورخص للشيخ الهرم أو المريض المرض المزمن. هؤلاء هم الذين رخص الله لهم في الإفطار، وأمرهم بالقضاء من أيام أخر إذا كانوا يستطيعون القضاء، أو أن يفدوا إذا كانوا لا يستطيعون القضاء كالشيخ الهرم والمريض مرضا مزمنا. وأما العمل فليس عذرا في الإفطار، وما زال المسلمون يعملون منذ أن فرض الله الصيام إلى الآن ولم يكونوا يفطرون، ولكن العمل يمكن تكييفه مع الصيام، يعني يكون العمل في الليل أو يكون في أول النهار وقت النشاط والبرودة ويرتاحون في وقت الحر، أو يؤجل العمل إلى ما بعد رمضان. أما أنه يفطر من أجل العمل فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم فيما نعلم، وليس هو من الأعذار المذكورة في الكتاب والسنة. نعم.